يعد مركز الجوهرة للفروسية وركوب الخيل المشروع الأول من نوعه في مملكة البحرين بما يقدمه من خدمات، فهو مركز شامل لرياضات الفروسية مخصص بالكامل للنساء والأطفال بالإضافة إلى ذوي العزيمة. ويهدف المركز إلى دعم رياضة المرأة البحرينية والخليجية والعربية في مجال ركوب الخيل، ويتولى تقوية الذات والثقة بالنفس وتعزيز روح القيادة. شغف كبير ورغبة عميقة في خوض كافة التحديات باحتضان هواية الفتيات في ركوب الخيل من خلال وجود إسطبل مخصص للسيدات بوجود مدربات محترفات، فجاءت فكرة إنشاء مركز الجوهرة للفروسية وركوب الخيل ليكون الحاضن الرئيسي للفتيات لينطلقوا في عالم الفروسية. أول شيء إذا بنتكلم عن رياضات الفروسية فهي رياضة عريقة ولها تاريخ على مستوى البحرين وموروثنا الأصيل. الفكرة كانت ومضة، حبينا أن احنا نعكسها ونهيئ من خلالها مكان يتناسب مع ثقافة المجتمع البحريني المحافظ. احنا موفرين مكان متكامل يحفظ للمتدربة خصوصيته أثناء التدريب. طبعا هاي الشيء احنا لمسناه كفرصات في مملكة البحرين، شفنا ان عندنا احتياج في هذه الرياضة ان احنا نخصص مكان فقط للنساء. رؤية المشروع هي تتواكب وتسهم في تحقيق رؤية جلالة الملك المعظم في تعزيز الرياضة لدى الشباب ودعم المرأة البحرينية والعربية في ممارسة جميع انواع الرياضات وبالاخص رياضة الفروسية النبيلة، حيث تشهد رياضة الفروسية في البحرين مستويات متطورة بفضل دعم ورعاية ملك البلاد المعظم. طبعا الحمد لله المركز حاز على اعجاب الجميع واستقطب النساء والاطفال وايضا حالات من ذوي الهمم، ويوجد ايضا تنوع في الجنسيات سواء من مملكه البحرين ودول الخليج وبالاخص المملكه العربيه السعوديه ودوله الكويت ودوله قطر. فريسات بحرينيه دخلن مجال الفروسيه بشكل قوي في عالم ركوب الخيل، فحققنا نجاحا كبيرا ولافتا استطاعوا من خلاله رفع رايه الوطن محليا وعالميا. أول ما دخلت المركز حسيت بالاهتمام والتنظيم من إدارة المركز نورة السالو وريم الإشراف والمدربات دان الدوسري وفاطمة، يهتمون في أمننا وسلامتنا وقت التدريب ويعطونا نصايح ويتابعونا عشان نتعلم بشكل صح. تعلمت أن أثق في نفسي والسيطرة على الخيل، وتعلمت الأساسيات والتدريب كان مستمر لين وصلت لهالمستوى. إن شاء الله بكمل التدريب وأتعلم أكثر. احترافية عالية وثقة متبادلة بين الفارسة والفرس تؤكد على الجدية في هذه الهواية التي تجمع الإنسان بالطبيعة من خلال تجربة حية تنقل أبعاد الهوايات إلى مستوى آخر. مركز الجوهرة للفروسية مشروع بحريني هو الأول من نوعه في مملكة البحرين، يجمع رياضات الفروسية في مكان واحد تم تخصيصه بالكامل للنساء والأطفال ليوفر الفرصة لمحبي هذه الرياضة من الفتيات على أيدي فارسات بحرينيات لما يتمتع به من خصوصية عالية في مرافقه المختلفة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.